لم أفهمها تقريبا يعني، أنا هذا. لم أفهمها وكلفت أن أسأل حضرتك ما معناها يعني. هذه لهجة مغربية، هذه لهجة يعني فسكة يقصد. يعني هو الآن يرد بلسان المغاربة كون أن فيها مشاكل بين المغرب والجزائر. طبعا، والآن المغاربة داعمين وكلهم ضدي، طبعا فيه سب وشتم كبير جدا من طرف المغاربة، كلهم يدعموها طبعا، نعم لأنه حسب رأيهم سمني أو حجمني أو حطني في موقع محرج. أعلم ذلك، لذلك أنا أمرت وكلفت من السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في أن أتحدث معك وأشكرك بشكل مباشر بلسان الدكتور بشار، وقال لي حرفيا أنت العربي الأصيل. سلمي عليك كثيرا سيدتي، سلمي عليك كثيرا، سيصل سلمي عليك كثيرا. سيصل حتما، وسأبلغ تحياتك وسلامك واستعدادك في الأيام القادمة لطلب دعوتك بشكل رسمي إلى سوريا، بإذن الله سيدتي. ونحن لا نخاف من أحد. أبدا أبدا سيدتي أبدا، الله يحفظك، الله يحفظك ويومك جميل إن شاء الله، شكرا جزيلا على التواصل. أشكرك جزيل الشكر، أشكرك أستاذ حفيظ دراجي، أشكرك جزيل الشكر. دعني أقول لك شيء مهم أيضا أستاذ حفيظ، أنت علم ولا يهمك نباح الكلاب، أبدا أبدا لا يهمك نباح أبدا الكلاب، سيدتي أبدا. لا يهمك. دعني أقول لك شيء أيضا هام جدا أستاذ حفيظ دراجي. أستاذ حفيظ دراجي، للأسف أنت خسرت نفسك وربحت الوقوف مع الديكتاتوريين. أنا ميسون بير أدار، وهذا اعتراف منك بأنك عميل لنظام قتل شعب وشرد شعب وهجر شعب. يعني فعلا خسارة كبيرة إنه إنسان مثلك متمكن بالحياة أن يكون مع أنظمة ديكتاتورية قاتلة مجرمة. وأنا أتشرف بالدكتور فيصل القاسم وأمثاله، وهو تاج فوق رؤوسنا نحن الأحرار. بس هذا الشيء اللي حبيت أوصل لك إياه، إنه سهل جدا إنه الواحد يضحك عليكم، كتير سهل، لأنه أنتم من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله. تعرفوا المثل هذا يا أستاذ حفيظ؟ سكر سكر الأستاذ حفيظ دراجي بعد ما أكل الصاروخ الأرض جو. كان معكم حفيظ دراجي وميسون برقدار، وعاشت سوريا حرة ويسقط كل مؤيد لبشار.